صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بيتابعوا في البيت. اليوم حنكون عم نشتغل سوا كارديو اكسرسايزز. رح كون عم بستعمل انا بلاتفورم منو عالي كتير، فيكن انتو تكونوا عم تستعملوا ستيب لو كانت اعلى شوي ما بيأثر، او فيكن تكونوا عم تشتغلوا التمارين على الارض. رح كون عم بلش وورم اب هيك صغير، ستيب تاتشز، حمي ايدينا كمان. نيز اب كمان، منحمى اكتر. كيرف لورا، كيك يور بات. هاي اول 30 ثانيه هيك تحميه بسيطه. حنطلع جرادولي بالاكسرسايزز، رح انتقل لتاني اكسرسايز. رح اعمل كروس تاب، رح اطلع على الستيب ني اب كروس اب. اكيد بنشغل ايدينا دايما اب. فينا نزيد بجامب، جامب اب. كروس اب كمان. تو مور، لاست وان اند اب. منريح شوي، رح نشتغل على الجهة الثانية. رح كون عم نشتغل كروس ني اب كمان. ليتس جو، جامب كروس كروس اند اب كمان. Knee up, cross and jump, cross tap, jump آخر مرة and jump. بريك صغيرة 10 ثواني، ننتقل لنصعب بعد شوي أكثر الإكسرسايز. رح كون عم نعمل cross over the step، رح نطلع tap، بنزيد إيدين إذا بدنا كمان. نكون عم نشتغل أكتر كمان 30 seconds. رح نزيد هلأ double knees down، double knees، double knees. 30 ثانية non stop. فينا jump knees، نعلي أكتر دقات القلب. jump knees آخر مرة and jump knees. Step that. Two more moves. قبل ما نخلص هالكارديو اكسرسايز السريع بس اللي كتير مفيد، كمان رح اعمل step over، بوصل لهون jump، step over باخد وقتي jump up كمان and jump. Last one. Jump. And jump. نريح. ننزل دقات القلب شوي. وننهي كمان بتمرين انتنسيتي عالية شوي. رح نطلع. Step over. هالمرة. Star jump بس مش كتير عالية. Step over. نبرم. Ready? Let's go. Step. Jump. Turn. Jump. Step. Jump. Turn. Come in. آخر مرة. Turn and jump. خلصنا. نزل دقات القلب شوي. هيت ورك اوت. كل اكسرسايز اشتغلناه 30 ثانية، ريحنا 10 ثواني افتر ريكفري،
كملنا بالتمارين لحدود الخمس دقايق، بننزل دقات القلب شوي كمان شوي شوي، بطلع بريح ظهري، roll the shoulders, keep moving، خليكن عم تتحركوا بالبريك. إذا كنتوا حابين تعيدوا نفس التمارين لجولة تانية ما تعدوا، ما تريحوا على الآخر، كونوا أكتف عم تمشوا ورجعوا بلشوا بجولة تانية لتستفيدوا أكتر من 10 minutes إذا بدكن rounds من هيدا التمرين. بتمنى لكم نهار حلو، قد ما فيكن تحركوا أنتوا عم تحكوا على التليفون، كيف ما قدرتوا تستفيدوا من الوقت أنتوا عم تتحركوا دايما تحركوا، وبشوفكن أنا بتمرين جديدة بكرة.